يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم دعاء الله والتوسل إليه بأفعاله كقول بعضهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت؟ هذا توسل إلى الله بصفاته، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. يا قريب مجيب، يا سامع الصوت، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، كل هذا من صفات الله جل وعلا. نعم.